بمساحتها الخضراء الواسعة تتميز حديقة علم النبات بوتانيك بارك في مدينة بورصة التركية باحتوائها أكثر من 150 نوعاً من النباتات وما يزيد عن 8000 شجرة و100 ألف عشبة وحوالي 6000 من 27 نوعاً من الورود وبمساحة تقدر ب 400 ألف متر مربع. افتتحت الحديقة التي تقع على الطريق الدولي الواصل بين اسطنبول وإزمير بالقرب من حديقة الحيوانات في بورصة عام 1998 بهدف إنشاء منطقة خضراء توفر متنفساً ساحراً بعيداً عن ضوضاء وضجيج مدينة بورصة، فهي تبعد عن مركزها قرابة ربع ساعة فقط. ومنذ ذلك العام وهي تعد منطقة خضراء طبيعية من الدرجة الأولى، تساهم في زيادة نسبة الأكسجين والحد من التلوث الجوي، ولتكون مكاناً هادئاً للاستراحة وممارسة الرياضة، إذ تحوي طرق مشي طبيعية بطول 12 كيلومتر، ومسرباً للدراجات الهوائية على طول 1000 متر، وبحيرات صغيرة متوزعة في أنحاء الحديقة. كما تحوي الحديقة في داخلها عدة أنماط من الحدائق كالحديقة الفرنسية والحديقة الإنجليزية والحديقة اليابانية وحديقة الورود وحديقة النباتات الغريبة، إذ تقام العديد من الأبحاث العلمية على أنواع خاصة من النباتات ويزرع فيها من 200 ألف إلى 250 ألف زهرة من أجل مهرجان التوليب الخزام العالمي. كما توفر الحديقة العديد من الأماكن المخصصة للأطفال بوجود عربات ترفيهية تمكنكم من التقاط أجمل الصور مع أطفالكم، بالإضافة إلى وجود بوفيه مفتوح ومتجر للحلويات ومطاعم للمأكولات التركية المشهورة. يذكر أن الحديقة تفتح أبوابها يومياً من الساعة 7 صباحاً وحتى 8 مساءً.